السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير المرة اللي فاتت بدأنا unit 12 by shorts عرفنا introduction to by shorts understanding by making shorts النهاردة ان شاء الله احنا مكملين شرح الشغل بتاع الدروس دي قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب بسم الله الحصة اللي فاتت احنا بالظبط وقفنا عند الحتة دي عند ريماركس قبل ما اروح واشتغلها معاكم حابه قوي اراجع معاك الحاجات الأساسية اللي احنا طلعنا بيها من الحصة اللي فاتت تمام؟ احنا طلعنا عارفين ان انت عشان ترسم سيركل لازم يكون ليها سنتر لازم بيكون اي سيركل في الدنيا بتحط دوت كده قبل ما تمسك البرجل بتاعك وتبدأ ترسمها والدوت دي او البوينت اللي انت بتحطها اسمها سنتر of the circle تمام؟ عرفنا كمان المره اللي فاتت يعني ايه كلمه radius تمام وعرفنا ان جمعها radii يعني اكتر من radius يبقوا radii اوكي وعرفنا يعني ايه sector sector اللي هو بيتكون من two radii and an arc between them two radii and arc between them يديني sector تمام عرفنا فكرة بايت شورتس عموما يعني ايه عرفنا يعني ايه سنترال انجل اوكي اللي هي الانجل اللي بتبقى موجوده جوه السيكتور تمام يعني انت لما تاخد سيكتور بالمنظر ده الانجل اللي هنا دي اسمها سنترال انجل تمام وعرفنا كمان ان سم اوف انجلز اراوند ا بوينت اللي هي زي السنتر اوف ذا سيركل ايكوالز 360 ديجريز من الحته دي هنبدا الريماركس بتاعتنا بص كده هو بيقول لك ايه هيبدا يراجع معاك بعض الحاجات اللي احنا نعتبر قلناها هيبدا يقول لك معلومه زياده دي هتبقى الايه الشكل الاخير في اشكال الاسئله اللي بتنزل على البايت شورتس بيقول لك each circular sector has an angle whose vertex is the center of the اوكي بتاع بتاع الأنجل بتاعتك اللي موجودة جوة السكتر اسمها Central Angle خلاص اللي هو المنظر ده Central Angle أوكي okay. طيب بعد كده بيقولك the sum of measures of angles accumulating around a point as the center of the circle is equal to three hundred sixty degrees <applause> الأنجل اللي هنا ولو خدت الأنجل الكبير اللي برة دي هيبقى بقى equal to three hundred sixty degrees لو قسمت الاكتر من سيكتور وجمعت بقى الانجل بتاعت السيكتور ده وانجل مثلا بتاعت سيكتور تاني هنا هوت وانجل بتاعت سيكتور تالت هنا هوت هيدي لك في الاخر 360 ديجريز تمام طيب دي بقى المهمة قوي 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 كلمة اول 360 ديجريز دي ممكن تنزل لك كومبليت او تشوز تمام اللي هو ميجر اوف انجلز اراوند ذا سنتر اوف ذا سيركل ايكوال زي هتقول له 360 ديجريز لكن دي بقى اللي بتنزل جوه الأسئلة بتاعت البايت شورت يقول لك إيه The measure of the central angle that represents بقى هو هنا طبعا أصلا مدي لك examples انت في المسائل بتاعتك ممكن الفراكشنز دي تختلف بس مش هيكون عندك مشكلة لان انت فاهم تعملها ازاي يعني مثلا لما يقول لك 3 forces of the circle هو مدي لك فراكشن هو ما عليك غير ان انت بتاخد 3 باي multiplied by 360 degrees وتبدا تعمل سمبلفاي لغايه ما هتوصل للريزلت بتاعتك اللي هي 270 ديجريز تمام طيب هاف اوف ذا سيركل هاف اوف ذا سيركل ها انا بجيب ايه انا بجيب ميجر اوف ذا سنترال انجل اوكي بالنسبه لهاف اوف ذا سيركل الكلام ده هيبقى ايكوالز هاف ملتيبليد باي 360 ديجريز كانك بتقول لي نص 360 ايكوالز ايه ايكوالز 180 ديجريز الانجل equals 180 دي ايكوالز 180 ديجريز طب 1 كورتر اوف سيركل يبقى انت هتاخد ال 1 كورتر ملتبلايد باي 360 ديجريز عشان توصل للميجر اوف ذا سنترال انجل للجزء ده اللي هو الكورتر بتاعك تمام لما هتبدا تعمل السمبلفاي بتاعك هيديلك لك 90 degrees طب 1 ايتس اوف ذا سيركل معنى كده ان هو قسم السيركل اللي قدامك لأيت ايه eight sectors. وبعد كده عايزك تجيب الميجر اوف ذا سنترال انجل لايه لي وان ايتس اوف ذا سيركل اللي هو هنا الجزء ده السيكتور ده الانجل دي ايكوالز ايه فهتاخد الفراكشن اللي هي 1 اوفر 8 ملتبلايد باي 360 تبدا تعمل سمبلفاي سهله خالص ماشي الكلام وبعد كده هتوصل للميجر بتاعه الانجل بتاعتك اللي هي 45 ديجريز طب هي دي بس الفراكشنز اللي ممكن يديهالك لك احفظها يعني يا مس لا طبعا انت فاهم انت مفروض ان انت فاهم بتجيب الميجر بتاع السنترال انجل ازاي ليه لانه ممكن بدل الفراكشنز دي دي لك 1 اوفر 5 ويقول لك ايكوالز ايه ميجر اوف ذا سنترال انجل ها اوف فراكشن 1 اوفر 5 الكلام ده ايكوالز ايه 1 اوفر 3 ايكوالز ايه 1 اوفر 10 ايكوالز ايه طب الفراكشنز اللي انا قلتها مش موجوده قدامك لكن انت فاهم انت هتعمل ايه انت فاهم انت بتعمل ايه يعني تعالى بقى كده لو انا كتبت هنا كده مثلا 1 over 10 وقلت لك ميجر اوف سنترال انجل ها للفريكشن بتاعت 1 over 10 دي هتبقى ايكوالز ايه يبقى انت مطلوب منك 1 over 10 ملتبلايد باي 360 ديجريز والكلام ده ايكوالز ابدا اعمل سمبل عندك زيرو في النيوميريتور وزيرو في الدينومينيتور مشوا مع بعض معنى كده انها ايكوالز 36 ديجري بص الدنيا هتمشي ازاي ها 1/3 لو ادالك سنترال انجل اوف 1/3 اوف ذا سيركل وقال لك ايكوالز ايه هتاخد ال1/3 ملتيبلايد باي 360 ديجري تبدا تعمل سمبلفاي خد بالك كده هنا اهوت ال3 وال360 هما الاثنين بينهم كومن فاكتور 3 معنى كده ان انت هتبدا تعمل ديفايد باي 3 يلا 3 ديفايد باي 3 ايكوالز 1 وهنا اهوت بص كده 3 divided by 3 equals 1 6 divided by 3 equals 2 0 divided by 3 equals 0 يعني اديتني 120 degrees وهكذا بقى هو يغير في الفراكشن زي ما هو عاوز انت ما عندكش مشكلة لان انت فاهم انت فاهم ان انت بتاخد الفراكشن اللي هو هيديها في المسألة تعمل لها ملتبلاي باي 360 ديجري تطلع بالميجر بتاع السنترال انجل بتاعتك خلاص كده احنا خلصنا الريماركس بص معايا كده على example number 3 بيقول لك ايه find the measure of the central angle that represents each of the following sectors <applause> السيكتور ده الميجر بتاع السنترال انجل دي ايكوالز ايه طب هو اصلا يا ميس انا مش كاتب لي فراكشن بس انت تقدر تجيبها سهله خالص ها شادد بارت ايكوالز ايه عد كده التوتال بارتس 1 2 3 4 5 6 يبقى انا عندي توتال بارت 6 وعندي شادد بارت 1 اوفر 6 صح كده عندي شادد بارت اونلي 1 صح كده ادي الفراكشن بتاعتك ملتبلايد باي 360 ديجريز الكلام ده ايكوالز ابدا اعمل سمبل فاي باي 6 ايكوالز 1 وهنا 360 ديفايدد باي 6 هتبدا من ال 36 ديفايدد باي 6 ايكوالز 6 و 0 ديفايدد باي 6 ايكوالز 0 يعني 60 ديجريز خلاص بسيطه يعني انت بس بتتعامل وانت فاهم احنا متفقين شوف الفراكشن بتاعتك ايه واعمل لها ملتبلاي باي 360 وابدا اعمل سمبليفاي شغل الفراكشن طب يلا هنا عندك ايه تعال نشوف كده انا كده كده عندي كولر دي بورد ايكوال 1 اهو كتبته في النيومريتور بتاعي وتعال نشوف السيركل متقسمه لهاو ميني بورتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده 1 اوفر 10 ملتبلاي باي 360 ديجريز ولسه كنت عاملاها قدامكم بره في الورق اهي اللي احنا لسه حلينا حالا اهي. وهنا كمان يعني والله بايلك ما كنتش عارفه بصوا 1 اوفر 3 مولبلايد باي 360 degrees اللي هي برده ايه؟ لسه كنت مديها لكم از اكزامبل وطلع لنا الانجل بتاعتنا 120 ايه؟ خلاص؟ هي الفكره بسيطه خالص انت هو هنا كمان ادالك السوليوشن بتاعك وايه؟ وطلع لك الحلول بتاعتك بصوا ال60 اهي اللي هي 1 اوفر 6 وانت بقى اي فريكشن هي اديها لك هتقدر تتعامل معاها. تمام؟ طيب في حاجه بقى ايه رايك لو هو بدل ما يديلك مثلا فراكشن بالمنظر ده 1 اوفر مثلا 6 او 1 اوفر 10 او 1 اوفر 3 تمام ادالك فراكشن مثلا زي ما نقول 5 اوفر 6 يعني ادالك فراكشن لما انت بدات تشوف هاو ميني بارتس لقيتهم 6 بارتس وهاو ميني كلورد بارتس لقيتهم 5 وبيقولك هاتلي السنترال انجل هتعمل ايه مفيش اي مشاكل هننزل بال5 اوفر 6 ملتبلايد باي 360 ديجريز الكلام ده ايكوالز ها ابدا اعمل سمبل فاي بين النيومريتور والدينومينيتور ديفايد باي 6 ايكوالز 1 ديفايد باي 6 ايكوالز 60 لسه كنا عاملينها حالا 36 ديفايد باي 6 ايكوالز 6 و0 ديفايد باي 6 ايكوالز 0 بعد كده نيومريتور باي نيومريتور نيومريتور باي ايه يا شباب نيومريتور يبقى 5 باي 0 ايكوالز 0 و 5 by 6 equals 30 هيطلع لك 300 degrees تمام يبقى لو ادالك fraction النيوميريتور بتاعها مش 1 عادي جدا يبقى انت بعد ما بتعمل السمبل فاي بتاعك بتبدا ايه تعمل نيوميريتور باي نيوميريتور يعني زي ما انت شغل الفراكشنز بتاعك بالظبط بس هي الفكره ان انت فاهم ان انت بتجيب سنترال انجل وان انت الريزلت اللي بتطلع لك او الرقم اللي بيطلع لك ده بتكتب عليه هنا هو السيركل دي اللي احنا بنقراها ديجري عشان دي اليونت اوف ميجرز أنجلز. كي يونت اوف ميجرز انجلز. ديجريس اللي هي السيركل اللي بنكتبها فوق الرقم بالمنظر ده بصوا معايا على الاكزامبل اللي بعده بقى هيلم لك كل الافكار اللي قلناها من الحصه اللي فاتت والحصه دي كله في نفس السؤال اه هيبدا يشكل لك كده وسؤال هنا وسؤال هنا ها بص كده بيقول لك ذا following فيجر represents ذا فراكشنز of the favorite subjects of 200 pupils in a school خلاص انا عرفت من هنا ان انا عندي ايه 200 pupils السيرفي دي اتعملت عليهم answer the following questions okay what is the decimal of the pupil who prefer science عايز decimal طب تعالى نروح عند الساينس كده ها هو مديلك fraction 1 over 10 بص كده 1 over 10 الكلام ده equals 0.1 هو عايز ديسيمال هي كده خلاص خلصت اللي بعدها بيقول لك وات از ذا ديسيمال اوف بيوبلز هو بريفير انجلش تعال نروح عند الانجليش عندك ايه عندك 1 اوفر 5 الكلام ده ايكوالز جيب لي ايكوفالنت فراكشن لل1 اوفر 5 ويز دينومينيتور 10 او 100 بقى على حسب مين توصل له الاول ال5 سهل توصل لل10 صح كده اهي بقت 10 اهي ملتبلاي باي 2 اطلع على ال1 1/2 2 بعد كده الكلام ده ايكوالز 2 اوفر 10 يعني 0.2 خلاص انا كده جبت ديسيمال اوف بيوبلز هو بريفير انجلش خلصناه طيب وات از ذا فراكشن اوف بيوبلز هو بريفير ماتماتكس مش كاتبهالك وعايزك انت تجيب الفراكشن بتاعتها احنا اتفقنا وانت بتتعامل مع السيركل بتتعامل معاها انها كلها ايه 1 هول السيركل بتاعتك دي كلها بتمثل لك 1 هول يبقى عشان تجيب الماثماتكس دوت هتقول 1 ماينس وتفتح قوس بقى وابدا اجمع كل الفراكشنز الموجوده قدامك عشان توقعها من ال1 هول بتاعك فيطلع لك الماثماتكس تمام يبقى انا قلت 1 ماينس 1 دي اللي هي السيركل بتاعتي كلها هبدا اجمع كل الفراكشنز بص كده 3 اوفر 20 بلس 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 4 +1/10 واقفل القوس بتاعك بالمنظر ده والكلام ده ايكوالز هخلي ال1 زي ما هي نزلت اهي ماينس وبص كده على الدينومينيتورز اللي قدامك انلايك دينومينيتور بس لاحظ كده ان ال20 دي مالتيبل لل5 وال4 وال10 في نفس الوقت ديفيزيبل باي 5 ودي وديفيزيبل باي 4 وديفيزيبل باي ايه 10 معنى كده ان انت هتظبط كل الفراكشنز اللي قدامك دي هتخلي الدينومينيتور دلوقتي كلهم ايكوالز 20 ها الاولانية نزلت زي ما هي هي 3 over 20 بلس ادي ال 20 ال 5 بقت 20 حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 4 اطلع على ال 1 1 باي 4 ايكوالز 4 بلس وادي 20 ال 4 بقت 20 حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 5 اطلع على ال 1 1 باي 5 ايكوالز 5 بلس وادي 20 ال 10 بقت 20 حصل لها ايه؟ ملتبلاي باي 2 اطلع على ال 1 1 باي 2 ايكوالز 2 في لي القوس الكلام ده ايكوالز الوان دي على طول هتروح مفكرلي فيها في الخطوة دي انها 20 over 20 عشان انت شغال مع denominator 20 minus نزلت اهي نجمع بقى يلا كل الفراكشنز اللي قدامنا الديناميناتور نزل 20 اهو نجمع بقى 3 بلس 4 يعني 7 7 بلس 5 ايكوالز 12 12 بلس 2 يعني 14 الكلام ده ايكوالز وادي ال 20 نزلت في الديناميناتور اهو هنا هو التوينتي ماينس فورتين إيكوالز سكس سكس أوفر توينتي أنت تقدر تعمل سمبل ما تنساش سكس أوفر توينتي هما الاتنين إيفن نمبرز يعني هما الاتنين divisible باي تو يلا سكس ديفايد باي تو إيكوالز ثري أوفر توينتي ديفايد باي تو إيكوالز 10 يبقى الفراكشن بتاعتك ثري أوفر إيه ثري أوفر أهو يبقى الماثماتكس بتاعتك ثري أوفر 10 طب بعد كده which sector represent the smallest fraction مين من السيكتورز اللي قدامك ده بيوري لك أصغر فراكشن أظن أصلا الرسمة موضحة لك جدا أصغر سيكتور مش كده؟ ها شايف السيكتور صغير إزاي؟ اسمه إيه السيكتور ده؟ ساينس بعد كده بيقول لك find the measure of the central angle of mass in degrees عايز الميجر بتاع central angle of إيه؟ e of mass سهلة خالص بقى ما احنا جبنا الماس equals ايه 3 over 10 ها يبقى انت هتاخد 3 over 10 multiplied by 360 degrees والكلام ده equals شفتوا بقى خلاص بقت سهلة ازاي انت بتاخد الفريكشن تعمل لها multiply by 360 الزيرو ده هيمشي مع الزيرو ده خلاص هما الاتنين divisible by 10 صح كده نبدأ نعمل multiply 3 by 36 3 by 6 equals 18 8 and carry up 1 هحطه هنا اهو 3 by 3 equals 9 plus 1 يعني 10 108 degree طيب اخر سؤال بيقول لك how many pupils prefer studying English how many pupils prefer studying English تعال نروح نبص كده على الفراكشن بتاعت English عندك ايه عندي 1 over 5 بس دي فراكشن هو بيقول لك how many pupils بيسألك عددهم الحقيقي ايه فاكر اول المساله واحنا بنقراها لما قلت لك حط خط تحت كلمه 200 بيوبلز دي اه فاكر هاخد بقى 200 بيوبلز دي ملتبلايد باي الفراكشن اللي موجوده قدامي بتاعه الانجليش اللي هي 1 اوفر 5 يطلع لك النمبر اوف اي بيوبلز بريفير ستادينج انجلش اوكي يبقى هاخد 200 ملتبلايد باي الفراكشن بتاعه الانجليش 1 اوفر 5 والكلام ده ايكوالز ابدا اعمل سمبل همم divided by 5 equals 1. 200 divided by 5 هبدا بال20 20 divided by 5 equals 4 بعد كده 0 divided by 5 equals 0 يبقى انا عندي فورتي. بيوبلز مساله ممتازه لمت كل الافكار بتاعه الدرس كلها ممتازه وسهله خالص اظن انت شفت انت فاهم فانت بتتعامل مع سؤال سؤال وانت فاهم انت بتعمل ايه جبنا بقى فراكشن وجبنا ميكسد وجبنا ديسيمال قصدي وجبنا سنترال انجل وجبنا نمبر اوف بيوبلز وجبنا كل حاجه كل حاجه اتعلمناها تبع الدرس تمام طيب. طيب بص معايا على الاكزامبل اللي بعده عشان هو فكره كمان اللي هو بقى ازاي انت بنفسك اللي بترسم البايت شورت بتاعتك تمام طيب. هو هنا بيقول ايه the following table shows the number of hours that Marwa spent in studying in different subjects in a week تمام ودي لك تيبل زي ما انت شايف كده هوت قعدت تذاكر Arabic 6 hours math 12 hours science 3 hours english 3 hours والتوتال بتاع الاورز اللي هي ذاكرت فيه طول الاسبوع 24 hours مهم قوي موضوع التوتال ده خد بالك طيب represent this data by using by chart خلص السؤال على كده انت بقى تقدر تعمل الداتا دي وانت بتستخدم بايت شورت اه هتعملها ازاي هتبدا تجيب اول حاجه الفراكشن بتاعه ايتش سبجكت كل سبجكت من المواد اللي هي قعدت تذاكرها هيكون ليها فراكشن تمام انت هتجيب الفراكشنز دي فاكر لما قلنا القانون ده المره اللي فاتت ذا فراكشن represents ذا ايتم ايه ايتم ايه ده ايا كان بقى اللي التبل بيحكي عليه يعني ايكوالز the value of the item A e over total value of all items؟ <applause> أنا بالنسبة لي مثلا هنا هبدأ أتكلم عن Arabic هو ده الأيتمز اللي معايا معايا Arabic, Math, Science, English أوكي Total دي هتشوف دلوقتي هي مفيدة جدا إزاي ها لكن أنت معاك إيه؟ معاك أربع مواد هي قاعدة تذاكرهم يبقى أنت لازم يبقى معاك فور فراكشنز تمام كده؟ طيب Arabic <applause> وكأن هو ده أيتم إيه مثلا؟ أنا بس بفهمك القانون ها بتاخد الفاليو اللي موجوده عنده اللي هي 6 اوفر التوتال توتال يعني 24 بص كده لما جه ينزل كتب لك Arabic equals 6 over التوتال بتاع الاورز بتاعتك اللي هي 24 فور يبقى الفاليو اوفر توتال فاليوز الفاليو بتاعة الحاجه اللي بتتكلم عليها اوفر توتال فاليوز بتاعة الحاجات كلها بقى اللي موجوده في التيبل لان هيختلف ايه القصه اللي هيحكوها في الايه في الستوري بروبلمز تمام طيب بعد كده جاب الفراكشن بتاعت Arabic equals لانه بعد ما كتب 6 over 24 كتب لك الكلام ده equals 1 over 4 عمل symbol 5 ها 6 divided by 6 equals 1 و 24 divided by 6 equals 4 طيب math هتاخد ال 12 over ايه 24 عشان تجيب الفراكشن بتاعتها كتب اهو 12 over 24 وبدأ يعمل symbol 5 هما الاتنين ديفيزبل باي 12 ف 12 ديفايدد باي 12 ايكوالز 1 اوفر 24 ديفايدد باي 12 ايكوالز 2 بعد كده انج بعد كده ساينس الاول ها 3 اوفر اي e 24 3 اوفر 24 اهو نزل كتب لك الساينس 3 اوفر بعد كده بدا يعمل باي 3 3 باي 3 1 باي 3 8 اخر حاجه انجلش ها برضو 3 اوفر 24 فهتدي لك 1 اوفر 8 زيها زي ايه زي الساينز جبنا الفراكشنز هنبدا نعمل الباي تشارت بتاعتنا طب نعملها ازاي انت بترسم سيركل انت بترسم سيركل بتحط الدوت بتاعه السنتر وعلى فكره مش محدد لك اللينس بتاع الريديوس بتاعها يعني انت اصلا بس مجرد ان انت ترسم سيركل يعني اي سيركل هترسمها بقى هتبدا تعمل عليها الريبريزنت بتاعك تمام يعني انا رسمت السيركل ومهم جدا بالنسبه لي السنتر خلاص طيب بعد كده هتبدا تبص على الفراكشنز اللي قدامك دي هم. انا محتاجه اعمل 1 فورث و و1/8 1 2 و1/8 تمام خد بالك ان الصم بتاع الفراكشنز دي لو انت جمعت الفراكشنز دي كلها هتدي لك 1 هول هتدي لك ايه 1 هول يعني هتدي لك السيركل كلها تمام كده طيب اول حاجه فكر فيها كده سهلها بقى على نفسك هاف هاف اوف ذا سيركل انا سهله قوي ان انا اقسم السيركل بتاعتي أنتوا تو equal halves بالمنظر ده صح ولا لا وتعالى عند الهاف ده مين اللي واخدها ماس واكتب لي ماس يبقى دي اول فراكشن خلاص ادي اول فراكشن بعد كده 1 quarter اوكي تعالى عند الكورتر بتاعك دوت انت عارف شكل الكورتر بيبقى عامل ازاي اهو عند الهاف التاني واسمه ايه لكورتر وكورتر خلاص واكتب لي هنا الكورتر دوت اللي هو ايه Arabic نكتب هنا Arabic بعد كده انت عارف ان الجزء اللي ناقص ده عندك فيه ساينس وانجلش ساينس وايه وانجلش وهما الاتنين الفراكشنز بتاعتهم قد بعض 1 over 8 1 over 8 صح ولا لا طيب 1 over 8 ده اللي هو نص كورتر نص الكورتر بتاعك نص الربع 1 over 8 معنى كده ان انت محتاج تقسم ده لجزئين قد بعض لتو ايكوال سيكتورز، طبعا الموضوع انت بتقسمه بالتقريب يعني لان انت مش بتعرف تقيسها بالظبط الا بقى لو جبت منقله وبدات تقيس البروتراكتور بتاعتك وبدات تقيس، يعني انت بتقسمها على حسب ما انت مالك المسطره بتاعتك كده، هنيجي بقى نكتب المادتين الناقصين بتاعتنا بتوعنا ساينس وايه؟ وانجلش اهو ساينس وانجلش، انت بقى رسمت سيركل صغيره زميلك اللي جنبك رسم سيركل كبيرة قد إيه كده قد الورقة كلها المهم دام قسمت جوه السيركل بالمنظر ده انت صح وهو صح تمام كده؟ طيب بعد كده example number 6 بيقولك إيه when 36 students were asked about the best sport they like بدأت الانسرز بتاعتهم half of them answered like football half قالوا football بص كده one quarter of them answered like swimming one quarter of them answered like volleyball. Represent the given data using a by chart. <applause> بص كده على الفراكشنز بتاعتك half quarter quarter. اوكي okay. بص راح راسم اهوت ال by chart وراح عامل half اهوت وكتب فوتبول. بدأ يقسم one over four one over four كتب swimming volleyball. مفيش أسهل من كده. تمام؟ وهو كده يبقى عمل represent للداتا بتاعته using by chart طب how many students like swimming more than any other sports <applause> how many students like swimming more than any other sports تمام <applause> كده طيب تعرفها ازاي بناخد الفريكشن بتاعت ال swimming نعمل لها multiply by total number of the students اللي هو مديها لك جوه المسألة تمام total number بتاعت 360 students والفريكشن بتاعت الايه

Use the data from the by chart to complete the frequency table. فكر frequency table, subject و frequency, subject و frequency. عشان هنا بيتكلم في ال by chart اللي قدامك على subjects. تمام؟ طيب ابدأ روح بص المس كاتبلك لك فيه العدد بتاع الطلاب إيه twenty six. Arabic, Arabic كتب لك ten. Science لك إيه eight. English كاتبلك لك six. طبعا لو انت جمعت النمبرز دي مع بعضها لازم تدي لك 50 عشان هي البايت شورت ايكوالز التوتال نمبر بتاعه البيوبلز اللي بيتعمل عليهم السرفي او الدراسه تمام كده بعد كده بيقول لك ايه يوز ذا فريكوانسي تو فايند ذا فراكشن فور ايتش سبجكت استخدم الفريكوانسي تيبل ده عشان تجيب لي الفراكشن بتاعه ايتش سبجكت طب تمام طبعا انت عارف ان التوتال ايكوالز 50 في صح كده؟ تمام بعد كده هنبدأ نقول الماس يبقى هتاخد 26 over ايه؟ 50 ما هي دي الطريقة اللي انت بتجيب بيها الفراكشن بعد كده بدأ يعمل simplify divided by 2 تمام؟ 26 divided by 2 equals 13 و 50 divided by 2 equals 25 تعال نكتبها له هنا 13 over 25 بعد كده Arabic بص كده 10 over ايه؟ over 50 اهو 10 over 50 بدا يعمل سمبل فاي ماشيه الزيرو مع الزيرو فطلع له 1 اوفر 5 اهو بعد كده ساينس 8 اوفر اي 8 اوفر 50 تمام يبقى الفاليو بتاعه الايتم بتاعك اوفر التوتال فاليو بتاعه النمبرز كلها تمام طيب 8 اوفر 50 بدا يعمل سمبل فاي هما الاثنين ديفيزبل باي 2 ات ديفايدد باي 2 ايكوالز 450 ديفايدد باي 2 ايكوالز 25 فنكتب له هنا اهوت اهو 4 اوفر 25 انجلش أخد ال 6 over إيه؟ 50 أهي 6 over 50 أعمل simplify divided by 2 6 divided by 2 equals 3 و 50 divided by 2 equals 25 تعالى نكتب له 3 over 25 خلاص خلصت طلعنا له الفريكوانسي وعملنا له إيه؟ الفريكشنز يلا يا شباب check your understanding بيقولك the opposite figure shows the fractions of time that Ines spends in studying different subjects complete هي ذاكرت بقى ساينس عربيك ميس سوشيال ستادي دايما لما تشوف النقط دي معناها ان هو هيسالك عليها من ضمن الاسئله طيب اول سؤال ذا decimal اوف اوف ذا تايم ذات انيس سبند ان ستادينج ماس از ايه طب هو عايز الديسمال بتاع التايم اللي هي قاعده تذاكر فيه ميس هو اصلا مش كاتب لك بتاعك ايكوالز ايه هنجيب الاول الفراكشن بتاعه الميس يبقى السيركل كلها ريبريزنت 1 هول minus ابدا اجمع الفراكشنز اللي قدامك دي 1 اوفر 5 بلس 3 اوفر 10 بلس 3 اوفر 20 ال1 نزلت زي ما هي هي ماينس خد بالك ال20 مالتبل لل10 وايه وال5 معني كده ان انا هظبط الديمنينيتورز كلها دلوقتي وهخليهم وستنو... 20 ادي 20 اهي ال5 بقت 20 حصل لها ايه مالتيبلايد باي 4 اطلع على ال1 1 باي 4 ايكوالز 4 بلس وادي 20 اهي 10 بقت 20 حصل لها ايه؟ ملتبلايت باي 2 اطلع على السري. 3 بي 6. 3 باي 2 6 بلس 3 اوفر 20 دي نزلت زي ما هي بعد كده 1 ماينس نجمع بقى 20 نزلت اهي 4 بلس 6 يعني 10 بلس 3 يعني 13 1 هنفكر فيها انها 20 اوفر 20 ماينس 13 اوفر 20 الكلام ده ايكوالز 7 اوفر 20 انا كده جبت الفراكشن بتاعت الماس هكتبها له هنا خلاص خد بالك بقى هو مش بيسألك على الفراكشن اصلا هو بيسألك على ايه ديسمال عايز الديسمال بتاعتها طيب 7 over 20 الكلام ده إيكوالز سهل قوي خلي 20 100 يعني حصل ايه باي 5 اطلع على 7 باي فايف. equals 35 يبقى الكلام ده equals 0.35 ادي الدسمال بتاعها 0.35 تمام كده طيب the measure of the central angle of sines in degrees is ايه طيب. طب تعالى نروح نبص على الساينس الفراكشن بتاعتها ايه 1 over 5 multiplied by 360 degrees والكلام ده equals ها طبعا هما الاتنين ديفيزابل باي الفايف الفايف و 360 خد بالك الفايف في الدينومينيتور و 360 موجودة في النيومريتور تمام طيب 5 divided by 5 equals 1 360 divided by 5 تعال نعملها على جنب كده divided by 5 3 divided by 5 كانت بي هناخد 36 على بعضها 36 divided by 5 5 by 7 equals 35 قريبة خالص اهي اهي 5 by 7 يبقى معي هنا 35 ودي minus هنا هيبقى معيك 36 minus 35 equals 1 bring down للزيرو 10 divided by 5 equals 2 2 by 5 equals 10 ودي minus زيرو هات خلاص اهيت ما عنديش حاجة اعمل لها bring down يبقى عندك 72 degrees 72 ايه يا شباب degrees خلاص احنا كده جبنا measure <متحدث> of central angle of science خدنا الفراكشن عملنا لها multiply by 360 degrees تمام طب بعد كده بيقول زي لك ذا subject that needs more time is ايه هي الماده اللي محتاجه من البنوته بتاعتنا من إناس انها تذاكر وقت اكتر بص كده على السيكتورز اللي قدامك ها مين هو اصغر سيكتور قدامك مين اصغر سيكتور قدامك عشان نقول لها اهتمي بيه اكتر وذاكريه شويه زياده هو ده اصغر سيكتور قدامك يبقى سوشيال ستادي يبقى هي محتاجه تذاكره شويه زياده اوكي محتاجه تديله وقت اكتر وتذاكره اكتر هنا بيقول لك This table shows the distribution توزيع of 100 pupils according to the kind of sport they play تمام يبقى انا كده فهمت ان التوتال ايكوالز 100 ماشي الكلام انا كملتها كده كايه كحاجه جوه التيبل بتاعي عايز ايه عايزك ريبريزنت ذيس داتا باي a باي تمام سهل أوي، احنا اتفقنا عشان نعمل بايت شرط بنعمل ايه بنجيب الفراكشنز بتاعتنا صح كده يبقى هقول له فوتبول equals هاخد النمبر بتاع الفوتبول 50 over the total 100 الزيرو مشي مع الزيرو بعد كده divided by 5 5 divided by 5 equals 1 10 divided by 5 equals 2 بعد كده هتاخد باسكت بول equals هتاخد 25 over 100 الكلام ده equals تمام كده يا شباب ها هما الاثنين divisible باي 25 ف25 25 ايكوالز 1 اوفر 100 ديفايد 25 يعني 4 بصوا بجيب الفراكشنز ازاي طيب تنس الكلام ده ايكوالز 25 اوفر 100 زيها زي اللي فوقها ايكوالز 1 اوفر 4 جبنا الفراكشنز بتاعتنا حط الدوت بتاعه السنتر بتاعه السيركل بتاعتك وبعد كده اقف كده بالبرجل وارسم السيركل بعد كده انت محتاج هاف اهو اقسم ايه السيركل بتاعتك كده لتو ايكوال هاف هاف منهم هنكتب فيه فوتبول وبعد كده محتاج كورتر وكورتر اهم واحده هتكتب فيه باسكت بول تاني هتكتب فيه تنس احنا كده عملنا ريبريزنت للفراكشن بتاعتنا يوزنج باي تشارتس تمام عرفنا بقى فوتبول وباسكت بول وتنس وطبعا واضح جدا من السيكتورز اللي قدامك ان الطلاب اللي بيحبوا الفوتبول هم اكتر طلاب صح ولا لا تمام احنا كده خلصنا حصه النهارده يا رب تكونوا استفدتوا منها ما تنسوش تدعوا دعوه حلوه بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو وتشجعوني بيه اكمل معاكم ولايك وشير عشان الكل يستفيد يلا سلام عليكم